اهلا بكم اذا مجددا في ليله العيد وفي الجزء الحواري الاخير في حلقتنا الليله من شارع الجنوب. نرحب فيها بضيفي وضيفكم الكريم فضيله الشيخ عبد الستار الازهري الداعيه الاسلامي المعروف ومدير اداره حي شرق باوقاف اسوان. الشيخ عبد الستار اهلا بك معنا. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. اولا نقدم لك التحيه والتقدير، بذلت مجهودا الحلقه الماضيه ولكن يعني لم يسعفنا الوقت ان قدر الله ما شاء. شكرا جزيلا لتعبك مره اخرى، يعني كل عام وانتم بخير. ونبدا معك برؤيه الهلال، ودائما هناك تقول الأقاويل تكثر في رؤية الهلال أن يثبت في دولة ولا يثبت في دولة أخرى، وهنا بعض المشككين يقولون كيف يكون هلال يظهر في دولة ولا يظهر في دولة أخرى، يعني ما هي الحكمة في هذا الأمر يعني؟ نعم. في هذا الاختلاف يعني. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة والتابعين ومن سار على دربهم واتبع سنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فالبداية أقول لجميع المشاهدين والمشاهدات وللأمتين العربية والإسلامية كل عام وأنتم بخير، وقبل الله منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام. وأما إذا أردنا أن نتكلم عن رؤية الهلال فهي ثابتة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. وقديما العلماء اختلفوا هل لكل مكان رؤية مستقلة، أم إذا كانت البلدين أو البلدتين مشتركتين في ساعة من الوقت تكفي رؤية الدولة للدولة الأخرى أو المنطقة للمنطقة الأخرى. هذا خلاف بين أهل العلم، لكن نراعي في هذه الآونة أن يتبع الإنسان ولي الأمر. بمعنى ذلك أن الإنسان المسلم المقيم بمصر عليه أن يتبع ولي أمره، وتتلخص هذه الولاية في مؤسسة دار الإفتاء المصرية القيم عليها فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور شوقي علام حفظه الله ومتعه الله بالصحة والعافية. وأنا أريد أن أنقش في أذان المشاهدين والمشاهدات، ربما يتخيل البعض أن الإنسان أن دار الإفتاء لا تبذل جهدا. هناك ما يقرب من 80 مواقع على مستوى الجمهورية في أسوان مثلا، وفي الفيوم وتشكى وسانت كاترين ومرسى مطروح وأسيوط، مراصد يعني مراصد. تنطلق هذه اللجان المتعددة على مستوى الجمهورية متكونة من عضو من لجنة دار الإفتاء المصرية، ومن المعهد القومي للبحوث الفلكية، وممثل من الأزهر والأوقاف والمساحة، فيرقبون وجود الهلال. فيأتي، يعني أنا خرجت معهم قبل ذلك، فيأتي أستاذ الفلك الذي درس ويقول: يا شيخ، إن الهلال يولد في إن الهلال يولد في اللحظة الفلانية، إمكانية مشاهدة الهلال من الدقيقة كذا إلى الدقيقة كذا. ثم يعطيك ورقة فيها شكل رسم الهلال. ربما إنسان يشوف شوية غيب في الناحية الثانية، ده مش هلال. فمصر بلد مباركة قوية في هذا الأمر. يعني هنا الارتكال للعلم أيضا يعني. يعني إن مصر تجمع بين الأمرين، بين الرؤية العلمية والرؤية الشرعية. صحيح. طيب إذا كيف يستقبل المسلم ليلة العيد؟ أولا على الإنسان أن يستقبل ليلة العيد بالفرح والسرور. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى المدينة وجد لهم يومان يلعبون فيهما، فقال: أبدلكم الله بهما خيرا منهما يومي العيد الفطر والأضحى. فالإنسان يستقبل هذا اليوم بالفرح والسرور، وعليه أن يزور أرحامه وأن يصل أصدقاءه وأن يهنئ المسلم أخاه المسلم، كما كان حال الصحابة رضوان الله عليهم إذا لقي الإنسان أخاه أن يقول له: تقبل الله منا ومنك، تقبل الله منك الصيام، وفي الأضحى تقبل الله منا ومنك الحج أو الأضحية إذا كان مقيما في بلده. يعني كنا قد تحدثنا طبعا في حلقات سابقة مع فضيلتك عن زكاة الفطر، ويعني قدرت هذا العام بما يقرب من 30 جنيها للفرد. يعني الحد الأدنى لها هو 30 جنيها للفرد، ولكن ما زالت هناك فسحة من الوقت حتى قبل صلاة العيد لإخراجها. نعم، في الحقيقة يعني كشاهد على هذا الأمر، شاهد عيان، أحيانا في مثل هذه الليلة يتصل بي أحد الأصدقاء يقول لي: يا شيخ، أنا نسيت أن أخرج زكاة الفطر. فالإنسان إخواننا عليه أن نذكر من عبر هذه الشاشة المباركة، نذكر من نسي أو تكاسل أو تهاون في إخراج صدقة الفطر أن يخرجها الليلة
وبالذات قبل صلاة العيد. نعم. حتى ينال بركة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. نعم. هي أستاذ خالد وقتها قبل العيد بيوم أو يومين. نعم. لكن أجاز بعض فقهاء الشافعية أن نخرجها من منتصف رمضان أو من أول رمضان حتى يأتي الفقير بعلاجه ودوائه وكسائه، وحتى تكون هناك فسعة وسعة للفقير، وحتى قال العلماء أن الفقير نفسه يخرج زكاة الفطر. نعم. مما يأتي إليه من أموال. نعم. وحبوب يعني. نعم. الذي لا يخرج صدقة الفطر الرجل الذي يوم العيد ليس عنده من الطعام مقدار 30 جنيه. النهارده بسم الله ما شاء الله أقل واحد عندي رصيد في التليفون 100 جنيه يعني. فإن شاء الله الفقير يخرج مما يؤتى إليه. وهنا يعني تظهر الحكمة الجلية في هذه الزكاة، ليست فقط هي إطعام وما إلى ذلك، ولكنها هي طهرة للصائم. نعم، هي طهرة للصائم. وأنا بقول لبعض الإخوة، ربما بعض الإخوة يتشدق، الأمر فيه سعة، من أراد أن يخرجها طعاما فليخرجها، ومن أراد أن يخرجها نقودا. لكن نرى بعض الناس، نحن أبناء الأزهر، الأزهر المعتدل الوسطي، نقر الأمر وندع الأمر لسعة الفقير. أما بعض الشباب الذين لم يقرأ ولم يتعلم يطعن في هذا الرأي، ونسي أن الذي قال هذا الرأي الإمام أبو حنيفة فقيه العراق. نعم. الإمام البخاري وما أدراك من البخاري. نعم. عمر بن عبد العزيز رحمه الله. نعم. ابن تيمية رحمه الله. نعم. يتركون العلماء الأجلاء ويسيرون وفق أفكار هدامة. لكن والله الإنسان سعيد كل السعادة. نعم. الناس في مصر وفي خارج مصر لا يسيرون إلا خلف هذه العمامة الشريفة. صحيح، يعني خلف الأزهر، وهناك كما قلت علماء الأزهر يقرون بإخراجها نقودا. نعم نعم. وهذا في سعة للفقير. ماذا لو كان بيت الفقير امتلأ بالحبوب؟ صحيح. ماذا يصنع هو؟ يحتاج إلى اسطوانة غاز. لا تضيقوا على الفقراء باسم الدين. نعم نعم. يعني واحد يقول يا عم الشيخ النص قال حبوب. طب ما النص قال الله سبحانه وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يعني يمشي على رجله. وعلى كل ضامر، يعني على كل بهيمة. نحن الآن نخالف النص على قولهم ونسافر بالطائرة والباخرة. صحيح صحيح. طب اركب الناقة يا حبيب وسافر إلى بيت الله، أو نستخدم التليفون المحمول هو لم يكن موجودا. نعم. يعني أن الدين فيه سعة. ولذلك الشيخ محمد الغزالي يقول إن هناك أناس يضيف يضيفون للدين ما تعافوه النفوس الكريمة. الدين دين يسر ودين سماحة ودين بساطة. نعم صحيح. نعم. الشيخ أبسطاء، يعني إذا نعود إلى زكاة الفطر، يعني ونكرر دائما على من تجب زكاة الفطر، يعني أنت عن نفسه وعن أولاده وعن من يعول. وإحنا بنبسطها بساطة شديدة، بنقول اللي معك في المطبخ، معك أولادك وأحفادك وأحفاد أحفادك، معك بيأكلوا على طبلية واحدة، أخرج عنهم. نفترض معك واحد سائق، معك إنسان أمن على عمارتك، أخرج عنه. يعني عن من فيه سعة. نعم. فيه سعة. والحد الأدنى كما قلنا كما حدد يعني. نعم. الحد الأدنى 30 جنيه. العاوز يزيد ما فيش مانع. خير مبارك يعني. وكذلك الفدية 20 جنيه. العشرين جنيه دي أخواننا ثابتة، اللي هو الشيخ الكبير، المرأة العجوز، اللي هو يعني من لم يستطع الصوم. نعم. بسبب مرض مزمن. مزمن. مش مرض مش هيصوم أصلاً. مش هيصوم مدى الحياة. صحيح. ده في ذمته فدية 20 جنيه كما قدرتها ضرفتها أقل القليل. يعني هو فطر 30 يوما. في 20 ب 600 جنيه. طب هو يقول لك انا فقير لا استطيع يعني. خلاص. لا استطيع الصوم ولا استطيع ان اسوم. خلاص، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. عايزين نوضح هذه النقاط مولانا، يعني نعم. في ناس تتشدد في هذا الامر، يجب ان يكون، يجب ان يكون. والله يا اخي اتصلت بي سائله تقول لي عندها مشكله في الكلى، فالطبيب المختص قال لي يا بنتي ما تصوميش. فاتصلت باحد من اتصلت به قال لها افطري وبعدين تصومي. طب يعني بعد رمضان الكلى هتتظبط؟ لا طبعا، ده هذه امراض مزمنه. صحيح. فانا بسالها، قلت لها يا بنتي اللي سالتيه ده شيخ شيخ ولا شيخ مش شيخ؟ فقالت لا ده شيخ مش شيخ. فلا يا اخواتي الله يبارك لكم، الامراض المؤقته كما قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى. الامراض المؤقته دي يعني اذا شوفي، يعني اذا شوفي اسمه مرض مؤقت. اما الامراض المزمنه كالمراه العجوز والشيخ الكبير وكالامراض المزمنه التي تلازم الانسان على حسب ما يقرره الاطباء. صحيح. قد يشفيه الله سبحانه وتعالى، لكن على حسب ما يقرره الاطباء
إذا على الإنسان بعد ذلك أن يخرج عن كل يوم مقدار فدية. نعم، وده ده شيء يعني برضو نحب أن نؤكد، يعني الفدية كما قال الشيخ عبد الستار هو الحد الأدنى 20 جنيها، يعني اللي هو الإنسان المريض أو الشيخ الكبير أو لم يستطع الصوم يعني من خلال المرض مزمن أو ما إلى ذلك، عليه أن يخرج عن كل يوم هو بمقدار 20 جنيها في اليوم. طيب كما تحدثنا إذن عن زكاة الفطر أنها تجب قبل العيد. نعم. هناك من ينسى ويتذكر بعد العيد. قال بعض العلماء لا تسقط عنه. لا تسقط عنه. لكن ثوابه قليل. فاتته بركة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. نعم. أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. نعم. وبعض العلماء قال صدقة. لكن بعض الفقهاء وأنا أميل إلى هذا الرأي من نسيها. برضو يطلعها. يطلع. لا تسقط عنه. نعم. لكن أجره قليل. نعم. بمناسبة دي برضو مولانا تذكرت شيئا يعني فيما يتعلق بالمرأة الحائض. نعم. والتي عليها أيام في شهر رمضان المبارك. وصادف في هذه الأيام ليلة القدر. نعم. يعني في بعض العلماء ذهبوا بعيدا وقالوا أنه ربما توجه لها ليلة القدر حينما تقضي هذه الأيام يعني. لا مانع من ذلك. بركة يعني. نعم، لكن أنا أقول المرأة الحائض حتى في فقه الحج. المرأة الحائض تقف في عرفات وهي حائض. صحيح. المرأة الحائض تذهب إلى مزدلفة وإلى منى وهي حائض. صحيح. المرأة الحائض تلبي وتمارس جميع شعائر الحج غير ألا تطوف بالبيت. صحيح. فالإقبال على الله بالقلوب. صحيح صحيح. فالمرأة الحائض هذه وهذا كرم يعني من الله. أن يمسها يعني حتى فضل ليلة القدر ممكن يمسها حتى بعد رمضان يعني. ما فيش مانع، لأن الله سبحانه وتعالى ما منع الحائض من الدعاء. صحيح. صحيح. هي لا تمس المصحف لا تجامع لا تصوم لكن ليس هناك مانع شرعي يفصل بينها وبين الدعاء والإقبال إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا يحيينا أيضا للحديث المتعلق بمن صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال. يعني دائما السؤال المتكرر النية في الستة من شوال، يعني مثلا كالمرأة الحائض عليها أيام في شهر رمضان، هل الأولى هنا أن تصوم الأيام أو أن تجمع بين النيتين، بنية ستة من شوال وبنية القضاء؟ نعم، فيها خلاف هذه المسألة. هذه المسألة في خلاف، هل الإنسان يصوم ما عليه أو إذا كان مريض مثلا أو امرأة حائض يصوم ما عليه؟ بعض العلماء قال يجوز، وبعض العلماء قال يصوم الستة من شوال لأنها مرتبطة بشوال ثم يقضي ما عليه، لأن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما كانت، اسمعوا نص الحديث ده بقى، السيدة عائشة وما أدراك ما السيدة عائشة، الصديقة بنت الصديق أم عبد الله، السيدة عائشة تقول الرواية ما كانت تقضي عليها من رمضان حتى إيه؟ حتى يأتي عليها شعبان تأخذ سنة. السؤال هل السيدة عائشة ما كانتش تصوم ستة من شوال؟ كانت تصوم ستة من شوال. طب القضاء ما كانت تقضي عليها من رمضان حتى يأتي عليها إيه؟ شعبان، يعني تظل إيه 11 شهر حتى تقضي. فاللي عاوز يأخذ بالرأي ده يجمع بين الرأيين. بعض العلماء يقولون لك يعني ومن يضمن الأجل يعني؟ ومن يضمن الأجل؟ نعم. الإنسان عليه إذا واد سعة يأخذ بهذا الرأي أو يأخذ بذلك. نعم. طيب دائما السؤال برضو بعد أن يعني رمضان نتمنى أن يعيده الله علينا سنوات عديدة وعوام مديدة إن شاء الله ونوفقنا وإياكم للصيام وقيام ليله، فيما يتعلق ماذا بعد رمضان؟ يعني نعم. نشاهد مشاهد تختفي بعد رمضان، يعني هل لنا أن نعيد هذه المشاهد مرة أخرى وكيف لنا أن نعيدها يعني؟ نعم، أولا ماذا بعد رمضان؟ هذا سؤال يعني عميق ودقيق. هل نهجر المساجد بعد رمضان؟ هل نهجر المصحف بعد رمضان؟ هل تقسو القلوب على الفقراء والمساكين بعد رمضان؟ نشاهد الناس يطعمون الناس والموائد الرمضانية وإفطار الصائم وتوزيع الجوائز على حفظة القرآن الكريم وإكرام العلماء وما إلى ذلك من وجوه الخير. هل ننسى الأيتام؟ أنا أقول لكم يا سادة، أهل انتهى رمضان، فاز فيه من فاز وربح فيه من ربح. ما هي علامة قبولك في رمضان؟ قال الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. لا تظنوا أن العبادة بعد رمضان تنقطع، الصيام ما ينقطعش بعد رمضان. من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. وإن الله سبحانه وتعالى في الدعاء، لا تظنوا أن الدعاء في رمضان بس، إن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الأخير من الليل فيقول هل من داع هل من مستغفر هل من كذا حتى يطلع الفجر، وذلك كل ليلة. فرمضان ده أنا أقول لإخواننا، رمضان يا إخواننا ده عبارة عن إيه؟ عن محطة وقود. أنت بتمشي كده طول المسافة تنزل في محطة الوقود في رمضان، تشحن بطارية الإيمان بمعالي القلوب.
ثم تسير بعد رمضان. ولذلك الغاية من الصيام إيه؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ليه؟ لعلكم تتقون. تتقون الله في رمضان بس؟ لا، تتقون الله في رمضان وتداومون على الطاعة بعد رمضان. شوف شخص طيب، يعني نختم حلقتنا بالدعاء في هذه الليلة المباركة، ليلة عيد الفطر المبارك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت اللهم على الحق أقدامنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا الذنوب والآثام. اللهم احفظ لنا مصرنا. اللهم احفظ لنا مصرنا. اللهم واحد إخواننا في السودان، واحد شملهم يا رب العالمين، وجنبهم الفتن يا رب العالمين، واحفظ لنا البلاد والعبادة يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن في هذه الليلة المباركة، ليلة عيد الفطر المبارك، كنا سواء في هذه الحلقة. في نهايتها أشكر ضيفي وضيفكم الكريم فضيلة الشيخ عبد الستار الأزهري، الداعية الإسلامي المعروف ومدير إدارة حي شرق بأوقاف أسوان. فضيلة الشيخ عبد الستار، بنشكرك شكرا جزيلا، نلتقي على خير إن شاء الله. إذن مشاهدينا الكرام، هي إذن ليلة عيد الفطر المبارك، أعدها الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. وكما قلنا، نخرج من هذا الشهر الكريم ببطاقة إيمانية كما قال ضيفنا الكريم، تنفعنا وتنفع المجتمع في الأيام المباركات القادمة. لا تنسوا زكاة الفطر أن تخرج قبل العيد، ومن نسيها حتى لابد أن يخرجها، حتى ولو نسي بعد العيد أن يخرجها، لأنها هي فيها طهرة للصائم. ولا تنسوا أن ترسموا البسمة والبهجة خاصة على وجوه من حولكم من أولادكم وزوجاتكم وأزواجكم وكل من يحيط بكم. إذن تلاقت الأعياد بداية من عيد شم النسيم، عيد تحرير سيناء، عيد القيام المجيد، وعيد الفطر المبارك، مصر كلها أعياد. في النهاية طبعا أشكر زملائي الأعزاء علي عبد المجيد رئيس تحرير، الأدب مصطفى عرف سيام، مدير التصوير ياسر منصور، محمد فراج، رفعت فهيم، حسن عكاشة، هاني فتحي، عبد الله عبد الظاهر، ياسر الهواري، ولم فخري، تيسير العلودي، والمخرج أحمد العربي، والإشراف العام دايموس خالد الشريف. وهذه تحياتي.